بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أبنائي وأحبائي الطلبة، ودمتم بصحة وخير وعافية. نبدأ اليوم في الوحدة الرابعة وهي الوحدة الأخيرة من المنهاج، وهي الرياضيات المالية. وحدة قصيرة والسريعة والسهلة، ما راح نتعمق فيها كثير لأن ما فيها شيء داعي تتعمق، مش رياضيات بحتة، هي تتعلق بالمحاسب أكثر من تتعلق بمادة الرياضيات. فهي تتعلق بالأمور المالية من ناحية المبلغ والربح والربح البسيط والمركب والتخفيضات والأمور المتعلقة بها. نبدأ بالجزء الأول من الوحدة الرابعة. في الموضوع الأول هو تبديل العملة. كلنا نعرف تبديل العملة، وكلنا أو أغلبنا بنتعامل فيها، إنه لما يحول عملة من عملة دولة إلى أخرى، يعني مثلا يحول من دينار لدولار أو لريال، أو بدي يحول مثلا بين دولار لدينار أردني أو بالعكس. فتعريفه هو عبارة عن تبادل مالي يتم من خلاله تبديل عملة بعملة أخرى حسب سعر البيع أو الشراء. يعني أنت لما تروح مثلا بدك تبيع البنك مثلا، تبدل الدولار بيحسب لك إياه بسعر غير لما أنت تأخذه من لما أنت تعطيه إياه. فهو حسب بسعر البيع والشراء، وطبعا سعر البيع والشراء يختلف من يوم ليوم حسب قوة العملة واقتصاد البلد تابع لها، ويكون مختلف حسب قوة العملة. مثال سريع، إذا كان الدينار الأردني يعادل 6 ريالات سعودية، يعني الدينار الأردني بيجيب 6 ريالات سعودية، وأراد أحمد تبديل 1200 ريال سعودي، كم يحصل على دينار أردني؟ الدينار الواحد بيعادل 6، إذا سين دينار أردني يعادل 1200. إذا عشان أطلع كم دينار لازم أقسم ال 1200 على 6، بيطلع معي 200 دينار. هذا هو تبديل العملة، إنه أنت بتحسب قديش سعر الشراء وبتقسم أو بتضرب المبلغ اللي معك حسب ليش بدك تحوله من أو إلى. العمولة، هاي الجزء الأول هو تبديل العملة، ما راح أتعمق فيها أنا نهائيا غير من ناحية التعريف، ومثال واحد يكفي فقط. التحويل بين العملات بيكون حسب سعر الصرف والبيع والشراء. نيجي للجزء الثاني وهو العمولة والربح والتخفيض. العمولة بتوقع اللي يعني بتعرف شو يعني العمولة، انه اذا كان مثلا في مندوب مبيعات لشركة بيكون له عمولة او نسبة على المبيعات، له عمولة غير راتبه ممكن، او تكون هي راتبه هي عمولة من نسبة المبيعات. فالعمولة هي مكافآت مالية كتعريف تعطى للقائمين على عمليات البيع والشراء او غيرهم من العمليات المالية، يعني مكافأة. ممكن تكون هي راتبه فقط اللي هي حسب نسبة المبيعات، او ممكن تكون هي بالاضافة الى زيادة على الراتب، يسموها اوفر تايم احيانا. قيمة العمولة صافي المبيعات، يعني إذا بدك تيجي تطلع العمولة شو هي كنسبة مئوية، يعني فصافي المبيعات قد ايه باع مبيعات بالنسبة المئوية المتفق عليها. يعني ممكن يكون النسبة المئوية متفق بين صاحب العمل والبائع اللي بيشتغل والموظف اللي عنده مثلا ياخذ نسبة 5% 10% من نسبة المبيعات من صافي المبيعات. فقيمة العمولة كقيمة مالية بالدنانير مثلا هي صافي المبيعات ضرب النسبة المئوية. طب صافي المبيعات شو يساوي؟ جملة المبيعات، يعني كل اللي باعه اللي ناقص اللي رجعه، لأن أحيانا مش ممكن يبيع كل البضاعة اللي معه. والمبيعات المرتجعة هي قيمة السلع التي تعاد إلى البائع. إذا قيمة العمولة قديش العمولة اللي بأخذها الموظف، هي عبارة عن صافي المبيعات كلها ضرب النسبة المئوية للعمولة المتفق عليها. صافي المبيعات هي جملة المبيعات، يعني كل المبيعات اللي كانت معه ناقص المرتجعة، بيطلع معه قديش هو اللي باعه. عندي هون أنا تدريب 8 إلى 7، تدريب 8 إلى 4 عفوا، معطيني إنه جملة المبيعات 4500 دينار، كانت المبيعات المرتجعة قيمتها 300 دينار، وكانت نسبة العمولة تساوي 5% لأن العمولة نسبتها، أوجد قيمة العمولة. نيجي على القانون، قيمة العمولة شو يساوي؟ صافي المبيعات ضرب النسبة المئوية للعمولة. طيب صافي المبيعات معلومة هون معي؟ لا مش معلومة. إذن إحنا بحاجة نطلع صافي المبيعات من القانون الثاني. صافي المبيعات تساوي جملة المبيعات في إيش؟ ناقص المبيعات المرتجعة. فجملة المبيعات 4500 ناقص المرتجعة 300 بيطلع 4200، إذا صافي المبيعات طلع 4200، إذا هو بايع ب 4200 300 دينار رجعهم، إذا النسبة، إذا قيمة العمولة تساوي صافي المبيعات اللي 4200 دينار في 5% اللي هي نسبة المبيعات، بيطلع نسبة العمولة اللي هي 210 دنانير، إذا عمولته 210 دنانير على 4200 دينار اللي باعهم بنسبة 5%. نيجي للجزء الثالث وهو هامش الربح والتخفيض. هامش الربح يعني هو قيمة الربح اللي بده يربحه صاحب المصلحة أو البائع أو التاجر.
فأولا هامش الربح هو عبارة عن المصاريف التي يحتاجها البائع إما لأجور نقل أو أي احتياجات أخرى تضاف لسعر السلعة ليحصل البائع على السعر المناسب. يعني مثلا تاجر جملة ببيع كرتونة العصير ب10 دنانير، في تاجر بقرية بعيدة بده يجيب نفس العصير هذا ويبيعه، هسه ما بزبط معه هو يبيعه ب10 دنانير زي التاجر الرئيسي، لأنه راح يطلع خسران، لأنه في عليه أجور نقل ومواصلات راح هاي يدفعها من جيبته ما راح يستردها، فبالتالي هو بضيف الأتعاب الثانية اللي دفعها مثل أجور النقل وأجور العمال على السعر الحقيقي اللي هو ال10 دنانير للكرتونة. ممكن يضيف مثلا دينار على دينارين على كل كرتونة، بصير سعر الكرتونة 12 دينار، هذا هو هامش الربح، هي المصاريف الزيادة اللي دفعها التاجر عشان يكون ربحان. يعني هامش الربح هي المصاريف الزيادة اللي بحسبها وبزيدها على سعر الجملة عشان يكون التاجر بنفس الوقت هو ربحان، لأنه إذا بده يبيعها زي ما اشتراها من التاجر الجملة بيطلع خسران أجور النقل وأجور العمال. فهامش الربح هو يساوي كقانون المصاريف اللي صرفها زائد الربح اللي بده يربحه. يعني هو إذا راح بس باع البضاعة بسعر المصاريف اللي دفعها ما يطلع ربحان، إذا بده يحط هو نسبة ربح صافي في إله ربح، إذا هامش الربح هو المصاريف اللي دفعها التاجر زائد الربح الصافي. سعر البيع هسه هو كيف بده يعرف إنه شو السعر اللي بده يبيعه فيه؟ بده يشوف التكلفة اللي صارت عليه من البيع مع أجور النقل زائد هامش الربح اللي حسبناه فوق. يعني قلنا هامش الربح هو المصاريف اللي دفعها زائد الربح الصافي، هذا اللي هو اللي بده يربحه عشان ما يكونش خسران. سعر البيع اللي بده يبيع فيه البضاعة بعد ما اشتراها هي التكلفة قديش كلفته، وبزيد عليها هامش الربح. يعني زي ما قلنا اشترى كرتونة ب10 دنانير وكان بده هامش ربح على كل كرتونة دينارين، فسعر البيع ببيع الكرتونة ب12 دينار عشان يطلع رابح. هامش الربح كنسبة إلى التكلفة هو هامش الربح تقسيم التكلفة ضرب 100%، إذا بدنا نطلعه نسبة مئوية فقط. مثال 8-4، انه تاجر اشترى اثاث بمبلغ 10,000 دينار ودفع اجور نقل وتحميل وتنزيل ومصاريف اخرى بمبلغ 500 دينار، واذا باع التاجر الاثاث بمبلغ 12,600 دينار، 600 دينار ما مقدار هامش الربح. اول شيء تعال هامش الربح شو يساوي؟ المصاريف زائد الربح الصافي. طيب لو نيجي على المصاريف، هو اشترى الاثاث التكلفة سعر ب10,000، إذا التكلفة شو تساوي؟ سعر الأثاث زائد المصاريف اللي دفعها. سعر الأثاث 10,000 ودفع مصاريف أجور نقل 500، إذا 10,500. إذا هامش الربح قديش؟ هامش الربح هو قديش سعرهم اللي هو 12,600 ناقص 10,500، إذا هو حاط ربح هامش ربح 2,100 دينار. بنعيد، سعر الأثاث إذا كان سعره الأثاث كجملة 10,000، دفع مصاريف 500 دينار وباعهم ب12,600 دينار، قديش هو هامش الربح اللي حسبه عشان يطلع ربحان؟ قلنا هامش الربح يساوي المصاريف زائد الربح الصافي. إذا الربح المصاريف مع اللي هي بدها تشمل التكلفة هون، التكلفة هي زائد اللي عشان نشوف قديش هو دفع، هو دفع سعر الأثاث وقديش 500 دينار مصاريف، إذا تكلفته كاملة صارت 10,500 دينار. إذا هامش الربح هو السعر اللي او المصاريف اللي دفعها كلها او التكلفة كاملة ناقص قديش هو باع، قديش هو دفع من جيبته. ف12,600 ناقص 10,500 بيطلع هو ربحان 2,100 دينار. اذا هو حاط هامش ربح 2,100 دينار، فطلع انه بايع السعر الاثاث اللي طلع عليه ب10,000 ب12,600، كان منهم 500 مصاريف و 2,100 ربح. نسبة الهامش هو لما نطلع النسبة احنا بزيادة من عندنا هي هامش الربح على هامش الربح، هي قانونها على التكلفة، التكلفة 10,500 ضرب 100% بيطلع هو نسبة هامش الربح 20%، يعني على كل 100 دينار هو ربحان 20 دينار. هاي كيف نحسب هامش الربح. هامش الربح إذا هو يساوي قديش المصاريف اللي دفعها زائد الربح الصافي، فصارت احنا هون هامش الربح هو 12,600 دينار قاس دفع 10,500، اذا هو هامش الربح تاعه 2,100 دينار.
التخفيض احيانا المولات او الشركات الكبيره او المؤسسات الكبيره بتعمل تخفيض على سعر على ماده معينه، بحيث انه يبيعها بسعر اقل من السعر اللي كان معروضه فيه في البدايه، فهو عباره عن المبلغ الذي ينقص من سعر البيع والذي يتفق عليه البائع والمشتري. يعني كان مثلا بيبيعها بدايه الشهر بسعر 50 دينار، ممكن نص الشهر يصير يبيعها ب 40، فالتخفيض كان فيه هون 10 دنانير. فمقدار التخفيض كنسبه مئويه هو سعر البيع، يعني شو قديش بده يعني كمبلغ، هو سعر البيع اللي كان يبيعه بالنسبة المئة. وبيجي يقول لك مثلا عاملين تخفيضات 70%، هاي كنسبة تخفيضات عشان نشوف قديش المقدار اللي خفضه، بنشوف سعر البيع الأصلي قديش وبنضربه ب 70%، بيطلع معي السعر بعد المقدار التخفيض الجديد. فالسعر الجديد شو بيكون؟ هو السعر قبل التخفيض اللي هو سعر البيع الأصلي ناقص مقدار التخفيض. مثال كان في عندك هون مثال 8 إلى 5، شركة أعلنت في نهاية شركة سيارات أعلنت في نهاية العام إنه عندها نسبة تخفيض راح تصل 30% على السيارات، وكان نسبة هامش الربح 40%، وكان إنه سعر السيارة كانت تكلفتها 1515 ألف دينار. إذا سعر السيارة، تكلفة السيارة على الشركة 15 ألف، نسبة التخفيض 30%، ونسبة هامش الربح 40%. طبعا نسبة هامش الربح 40% من ايش؟ من سعر تكلفة السيارة. إذا احنا نشوف قديش كان سعر السيارة قبل البيع، هو مش سعرها 15 ألف قبل البيع، لا لا لا، هو على الشركة 15 ألف. إذا سعر السيارة قبل التخفيض هو التكلفة زائد هامش الربح. طب هامش الربح شو يساوي؟ التكلفة اللي هي 1015 ألف ضرب 40% اللي هي نسبة الربح، بيطلع 6 آلاف. إذا هو حاط إله من نسبة الربح هامش الربح 40%، إذا يعادل 6 آلاف من ال 15 ألف. إذا هو كان يبيع السيارة ب 15 ألف زائد 6 آلاف، هون 6 آلاف وليس 600، إذا بيطلع 21 ألف. إذا هو كان يبيع السيارة قبل التخفيض ب 21 ألف. هسا بدنا نشوف قديش مقدار التخفيض عشان نعرف السعر بعد التخفيض. مقدار التخفيض شو يساوي؟ السعر البيع ضرب النسبة المئوية. سعر البيع هون 21 ألف ضرب نسبة التخفيض ضرب 30% بيطلع 6300. إذا السيارة بعد التخفيض ناقص سعرها 6300، فصار سعرها الجديد 21 ألف ناقص 6300 طلع 14700، يعني هي خسرانة من سعر التكلفة 300 دينار. ثالثا راح نفوت على شيء اسمه الربح. الربح طبعا هو الربح البسيط. الربح نوعين، ربح بسيط وربح المركب. راح نبدا بالربح البسيط. الربح البسيط هو المبلغ الذي يحصل عليه المولع للمال بعد مده محدده بالسنوات، ويحصل عليه بعد مضي المده المحدده. يعني بيجي تاجر بيقول للبنك انا بدي احط 100 ألف دينار عندك لمدة 3 سنين، قد ايه بتعطيني عليهم ربح؟ مثلا يقول له بنعطيك 5% 3% على المبلغ حسب المتفق عليه. طبعا باخذ هذول نسبة الربح بعد انقضاء ال5 سنين. فالربح البسيط حاطنا هون امبارح، هي الربح البسيط يساوي المبلغ اللي بده يحطه التاجر في نسبة الفائدة، قديش النسبة المتفق عليها في عدد السنين. بالرموز الربح البسيط بالرمز بالرمز راء، المبلغ بالرمز ميم، ونسبة الفائدة فاء، وعدد السنوات نون. إذا الربح البسيط يساوي المبلغ المودع في نسبة الفائدة في عدد السنوات. جملة المبلغ اللي هي مبلغ كامل اللي راح ياخذه أو راح يصير له بالبنك هو المبلغ زائد الربح البسيط، وبالرموز جيم هي جملة المبلغ تساوي ميم اللي هي المبلغ زائد راء اللي هي الربح البسيط. ثانيا الربح المركب اللي هو المبلغ الذي يحصل عليه المودع للمال سنويا، بحيث يضاف الربح السنوي الى جملة المبلغ العام ويحسب عليه الربح في السنة القادمة. يعني اذا قال بدي احط انا 100 ألف لمدة 5 سنين، فهم بنسبة مئوية مثلا 10%، فهو من ال 100 ألف 10% 10 آلاف راح ياخذ سنوي. ال10 آلاف هذول بنزاد لل100 ألف، بصير رصيده قديش؟ 110 آلاف. برد باخذ على ال110 آلاف هذول 10% بالسنة الثانية، وبتقول تنضاف المبلغ، وهي وهكذا. هاي بنسميها جبنة المبلغ أو الربح المركب، يعني اللي بيجي على كل سنة بنضاف المبلغ على أو الربح اللي ربحه التاجر على المبلغ الأصلي. فجملة الربح المركب بعد نون من السنوات هي يعني بعد عدد من السنوات، المبلغ تساوي المبلغ في 1 زائد نسبة الربح. 1 ليش 1؟ هي هون يعني بعد سنة، لأنه السنة قوة بعد 1 هي بداية السنة الأولى، قوة نون. هون في عندي انتبه لها، قوة نون مش واضحة بالطباعة. 1 إذا حرب جملة الربح المركب تساوي المبلغ في
واحد زائد نسبة الربح قوة نون، هون نون عدد السنوات، وبالرموز جملة المبلغ قلنا رمز جيم تساوي مبلغ ميم في واحد زائد نسبة الربح فا قوة نون، والربح المركب هو قديش ربح مركب جملة المبلغ ناقص المبلغ اللي حطه، جملة المبلغ اللي طلعت معي هون ناقص المبلغ اللي كان حاطه بالبداية. تدريب 8 إلى 9 كان عندك أودعت ولاء مبلغ 6000 دينار، إذا الميم اللي هي المبلغ 6000 دينار بنسبة مئوية نون هون وليست فاء، عفوا أخطاء في كثير هون بالدرس لأنه كان كمية المعلومات فيه شوي كثيرة بالكتاب عشان تتلخص، كنت أخربط أحيانا اعذرونا. فهون هي فاء هي الفائدة تساوي 4% وكان لمدة 3 سنوات. طبعا الربح اللي راح تربحه كان بحساب الربح المركب. اول شيء بده مقدار الربح، مقدار الربح هو را اللي هو الربح البسيط كمقدار الربح، هو هون بحساب الربح المركب لجمله المبلغ. اذا مقدار الربح را يساوي ميم في نسبه الفائده في عدد السنوات، المبلغ 6000 في 4% يعني 4 على 100 في 3، 6000 ضرب 4 على 100 صفرين مع ال 100 اللي تحت بيطير، بضل 60 في 4 240 في 3 بيطلع 720. اذا هو الربح البسيط له خلال 3 سنوات 720 دينار. جملة المبلغ قديش المبلغ صار معه، هو يساوي ميم على القانون لانه ربح مركب، ميم في واحد زائد نسبة الفائدة قوة نون، نون عدد السنوات، فست الاف في واحد زائد 4% قوة 3، واحد زائد 4% 41% قوة 3 بيطلع 1.12486، بنضربها ب 6000 بيطلع 6749، يعني هو ربحان هون 749، يعني بالربح المركب ومقدار ربحه أكثر هون 720. ليش؟ لأنه قلنا بالربح المركب هو المبلغ بيزيد اللي بيربحه كل سنة بنزاد على المبلغ الأصلي. هيك بنكون انهينا احنا الوحدة بدرس واحد. أنا حبيت أخفف عليكم لأنها هي وحدة ما راح تشوفها إلا هون، ما راح تشوفها بالصفوف المتقدمة، وهي خاصة بتخصصات المحاسبة، يعني درس واحد بكفيها، تطبيق مباشر على القوانين، ما بهمني أتعمق كثير أو أجيب أسئلة معقدة أو أعقدها، على القانون تطبيق مباشر. كانت موضوع مواضيع الوحدة أكثر من موضوع إحنا درسناهم في أخذ هذا الدرس أو اللي خاص بالوحدة هاي. فكان الاول شيء اخذنا كيف تبديل العمله، شو يعني تبديل العمله من والى، واخذنا مثال واحد، بعدين عرفنا شو يعني العموله وشو يعني الربح وشو يعني التخفيض، شو يعني هامش الربح وشو يعني ربح بسيط وربح مركب، شو يعني جمله مبلغ. هاي تعريفات او مفاهيم خاصه بالرياضيات الماليه، اتمنى انها تكون الامور سهله وواضحه. راح نبلش بعد هذا الدرس بمراجعه شامله للماده، بالاخص راح اركز انا على الوحده الاولى والثانيه بدرجه كبيره كثير، راح اركز فيهم على الاولى والثانيه. راح نتفق على اليه المراجعه ان شاء الله في يوم الخميس في الموعد اللي اتفقنا عليه في التقويم اللي راح يصير على الساعه 2 لطلاب الصف العاشر من الشعبتين. كون مجهز امورك للتقويم لانه ممكن يكون في أسئلة، ممكن يكون في اختبار، بك تكون جاهز دارس الوحدة الثالثة بشكل كويس عشان تكون جاهز للتقويم، لأنه عليه علامات واحتمال كبير تكون هي علامة الامتحان الثاني إذا اعتمدت. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.